حزن كبير مع إعلان وفاة الياس حداد بعد أيام على وقوع زلزال تركيا، وآخر ما قاله: أنا الآن خلصني. قضى الراحل أياماً عديدة تحت الأنقاض قبل أن تتمكن البعثة اللبنانية من العثور على جثته، وكثير من المتابعين ينعونه بتأثر. تمكنت البعثة اللبنانية بعد البحث المعمق تحت أنقاض مبنى أوتيل أوزهان في تركيا من العثور على جثة الشاب اللبناني إلياس حداد حسب ما ذكرت المركزية، ولا تزال جهود البعثة منصبة داخل الطبقات السفلية للمبنى للوصول إلى الشاب محمد المحمد. هذا الشاب حافظ، شو اسمه؟ محمد حافظ. وقد تفاعل كثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر الحزين، إذ كتبت الصحفية سحر غدار: تم العثور على جثة اللبناني إلياس حداد تحت الأنقاض في تركيا بعد بحث دام لعدة أيام، الله صبر أهلك. فيما كتبت الإعلامية يمنى شري: تأخرت كتير عليه. وكتب متابع آخر: إلياس حداد لترقد روحك بسلام. وأضافت متابعة أخرى: حروفنا تبكي على الورق، حروفنا تلملم جراحها، أصبحت أوراق نعوى، وصلاة على شباب ووطن، لروحك السلام. يذكر أنه كان حل الناجي اللبناني باسل حبقوق الذي كان برفقة الراحل إلياس حداد ضيفاً مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن برنامج فوق 18 الذي يعرض عبر شاشة الجديد، إذ تحدث عن كواليس اللحظات المرعبة التي عاشها هو والياس لحظة الزلزال الذي ضرب تركيا. الركام باسل حبقوق من تركيا، الحمد لله على سلامتك، ألف الحمد لله على سلامتك. مساء الخير. مساء النور. مسيا باسل، انكتب لك عمر جديد، هيدا شيء مفرح. وينك هلا؟ يعني الحمد لله أنا هلا بإنطاكيا جنب الأوتيل اللي كنا نازلين فيه أنا ورفيقي إلياس. ليه بعدك جنب الأوتيل؟ علي أمل ليه إلياس. إلياس خبرني آخر لحظات كنت فيها أنت وإلياس، شو صار؟ كيف افترقتوا؟ كنت أنا وإلياس بالغرفة نايمين. نعم. بلشت الهزة، قال لي بس الهزة، قلت له يلا الياس اركض افتح الباب وعلى الدرج. نعم. فتح الباب وركض وانا بركض وراه باتجاه الدرج، يعني ركضنا شيء 3-4 ثواني انقطعت الكهرباء. نعم. ما عدنا شفنا شيء. نعم. وشي بيضرب فيني من مالة اليمين، شيء كثير ضربة قوية، اكلت مالة اليمين وقعت على الارض، كان السقف نزل على راسي. اخر صوت سمعته للياس شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول لي انا علقان خلصني يا باسل، يا باسل انا علقان خلصني. نعم. وكنت عم اقول له انا كمان علقان، يلا رح جرب يساعدونا، رح جرب انه يجي حدا، طول بالك، ضل اقول له طول بالك.